كلياتنا يعني دائما بنسأل شو لازم ناكل، كيف لازم ناكل، شو هو النظام الصحي المناسب بشهر رمضان المبارك. وبس تبلش الأيام الأولى الأغلبية بيعانوا من مشاكل متعددة، من التخمة، من عدم القدرة على هضم الأكل وغير كتير من المشاكل اللي بترافق طبعا الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم. صحيح سلمى، وبالرغم من الكثير من الدراسات اللي أكدت على فائدة الصيام وصحته على الجهاز الهضمي وقديه بيكون بيخلصنا من السموم والعادات السلبية خلال يومنا والعادات الخاطئة يلي منتبعها كمان وله صحة على صحة الجهاز الهضمي، وكيف ممكن إنه نتجنب هاي السلبيات بخصوصا بالأيام الأولى من الصيام من شهر رمضان. كثير من الأشخاص ممكن يعانوا من مشاكل هضمية بالجهاز الهضمي وبالأيام الأولى. كل هاي الأسئلة والاستفسارات ولحتى نتجنب المشاكل رح تجاوبنا عليهم الأختصاصية نورة مناسترلي، اختصاصية تغذية علاجية. يسعد صباحك. صباح النور. رمضان كريم عليك. رمضان كريم. بونجور سلمى، بونجور عفاف، رمضان كريم عليكم وعلى تيم الإخبارية السورية وعلينا جميعا. إن شاء الله تكون هيك يعني شهر فضيل وشهر خير علينا كلنا. آمين يا رب. يسعد صباحك عن جديد. صباح دكتورة نور، خلينا نبلش مع حضرتك. بنعرف إنه الناس برمضان وقت تبلش صيام يعني أول يومين ثلاثة بيكونوا صعبين بشكل عام، لأنه الجسم عم يتغير عاداته بكلياته وبلش بقى تظهر مشاكل متعددة. ليش بتظهر هالمشاكل بالرغم من إنه نحن بنعرف إنه يعني الصيام هو بينقي الجسم من كتير من السموم؟ صح. هلا مثل ما بنعرف هو شو الصيام؟ هو الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب من ساعه معينه لساعه معينه، تقريبا بين 12 في بعض الاوقات ل 16 ساعه. طيب نحن في اشياء وعادات نحن عودنا جسمنا عليها خلال السنين الطويله، من بينهم شرب الكافيين كميات كبيره، شرب القهوه، التدخين، تناول السكريات الحلويات اول ما بنفيق، هي كلها عادات خاطئه. نحن هي الآثار الجانبية والأعراض الانسحابية لهالأسباب ممكن تظهر خلال ساعات الصيام، خصوصا ساعات الصيام الأولى. ولكن نحن حكينا كثير من قبل أنه نحن لازم نهيئ جسمنا قبل شهر رمضان، يعني قبل بأسبوع 10 أيام، لحتى هي الأعراض الانسحابية ما تظهر علينا خلال شهر رمضان. نحن بنعمل تكريزة رمضان ونضل عم ناكل، هو هذا الغلط. كل الوقت لآخر ساعة في مدة تحضيرية لازم نحضر جسمنا قبل شهر رمضان لحتى نحن ما يصير عنا أي أعراض انسحابية. مثلا القهوة بنأخر الفنجان الصباحي، كنا مثلا ساعتين ثلاثة، بنقلل كمية الكافيين المتناول، نشرب نعوض شرب المي، نأخر الوجبة الصباحية كمان ساعتين ثلاثة، نحاول انه نعمل نوقف اكل بساعات معينة، يعني نحاول نبلش مثلا ناكل الساعة 12 نوقف الساعة 10، يعني ناكل 10 ساعات. المفروض يكون قبل باسبوع 10 ايام مهيئين جسمنا بهي الطريقة. يلي بيصير انه نحن كلياتنا جاي رمضان، يعني نحن بدنا نحرم ساعات طويلة وبعدها ناكل ما لذ وطب. يعني نحن عنا وجبة الافطار هي مكافأة، على قد ما محرومين على قد ما بدنا ناكل. لا، صوموا تصحوا. يعني الصيام هو ديتوكس، بيعمل ديتوكسينج للجسم، بينظف جسمنا من كل السموم المتراكمه خلال 11 شهر السابق، بنفس الوقت بينظف الجسم من كل شيء، مواد مصنعه، مواد مضافه نحن بنتناولها خلال نهارنا او ممكن نشربها خلال نهارنا. مثلا اللي عنده مشاكل بالسكر بيعمل له توازن بمستويات السكر، عنده مشاكل بالكوليسترول والشحوم الثلاثيه كمان بخفض لهم هاي المستويات، بصير جسمهم صحي اكثر. ممكن الاشخاص يلي بيعانوا من زياده وزن، ممكن انه شهر رمضان هو فرصه ذهبيه لخساره الدهون الصافيه. فنحن بدنا نشوف انه شهر رمضان اول شيء لما بنغير افكارنا الداخليه انه نحن ننظر له، طبعا بعيدا عن الشق الديني والروحي، نحن عم نحكي من مبدا تغذوي صحي، بعيدا صحي عن هذا الشيء، نحن من منظور صحي مفروض ننظر لشهر رمضان هو فرصه ذهبيه لننظف جسمنا من كل شيء سموم متراكمه خلال السنه. بس نحن بنفهم انه خلال هالساعات الصيام تعبنا حالنا، عطشنا كثير، بنبدا وجبه الافطار على كاسات العصاير، على المشاريب اللي مليئه بالسكريات المضافه، بنبلش نهارنا بوجبه دسمه وكبيره، بننوع. اذا بترجعي العادات القديمه الصحيه كانوا يفطروا على كاسه مي وثلاث حبات تمر،
ياخذوا استراحة للصلاة بعدين يكفوا إفطار. وفعليا هو هذا الصح. ليش؟ لأنه نحن مستويات السكر بتكون نازلة لأدنى مستوياتها، فنحن بحاجة أن نرفعها للمستويات الطبيعية. فلهيك لازم أول شيء نشرب كاسة مي، ما لازم تكون كاسة المي باردة لحتى ما نصدم الجهاز الهضمي. لازم نشرب كاسة معتدلة الحرارة دافية، مثل لما أنت بتكوني مثلا طابخة شيء فيه دسم كتير أو فيه سمنة، ما بتروح الدهون بالمي الباردة إذا بدك تجلي الطنجرة. أما إذا حطيتي مي سخنة بتدوب، ونفس الشيء جسمنا بيكون واصل لأعلى درجات حرق الدهون، فلحتى نتخلص منها لازم نشرب كاسة مي دافية لتطلع برا الجسم. بعدين بناخذ من حبة لثلاث حبات تمر لحتى نرفع مستويات السكر للحدود الطبيعية، وهيك بيرجع الجسم طبيعي. وهذا الشيء بيقينا أنه ناكل كميات كبيرة على وجبة الإفطار، فبيوقينا من عسر الهضم والمشاكل الهضمية والنفخة والغازات. وإذا بتلاحظي أغلب الناس اللي بتفطر وجبة كبيرة بعد وجبة الإفطار بترتخي، بتتكسلن، ما عاد لها حيل انها تعمل شيء، او بتاخذ غفوه، او ممكن تضل قاعده ما عم تعمل شيء غير انه عم تاكل لسه، لانه الاكل بجر اكل. فهذا الشيء يعني هي التراتبيه او هي الاليه بدخول الطعام لجسمنا بيلعب كثير دور بالحاله النفسيه والمزاجيه والصحيه. نبدا بكاسه مي معتدله الحراره، حبه لثلاث حبات تمر، رجعنا او جهزنا المعده، حضرناها انه هلا بده يفوت وجبه اكل. فبعدها بناخذ، نحن جسمنا بيكون نشفان من السوائل، فبناخذ طبق هو مليء بالسوائل مثل الشوربات. الشوربات لازم تكون عاليه بالمي وقليله بالصوديوم، يعني ما فيها ملح كثير، ما انا شوربات محضره ظروف، نحن بنحضرها بالبيت، قليله الدسم، وما لازم تكون مليئه بالكريم فريش وال الطحين والحليب، لازم تكون كتير خفيفة، لأنه إحنا بحاجة الألياف والمي اللي بقلبها، ما أنا بحاجتها كمواد مغذية. بعدين بننتقل للسلطة، ألياف عالية كمان، هيك نحن بنملي معدتنا، ولما بنتبع هاي الآلية فعلياً نحن شبعنا، لأنه فترة طويلة 14-16 ساعة نحن مؤكلين، فمعدتنا فاضية، بهاي الآلية نحن شبعنا. هون نحن ما بصير عنا عسر هضم، بنضل بنشاطنا وبنضل عنا طاقة لنكفي نهار الثاني كمان بطريقة صح. وهون بناخد استراحة ساعة ساعتين، هون ببلش جسمنا يرجع يطلب أكل. فهون بنلجأ لناخد الوجبة الأساسية، صحن من أي شيء معمول بالبيت، ما عنا مشكلة شو ما كان مطبوخ، بس نحاول إنه نحن نلعب على هي الآلية ونلعب على الكمية، ما يكون صحن كبير، يكون صحن معتدل متوسط أو شبه صغير لشخص واحد يعني. تماماً، ما بدنا ناكل عن العائلة كلياتها، لأنه مثل ما قلت لك هي فرصة برمضان، بيقولوا إنه هدول الأكلات يعني ما بنعملها خلال السنة كلها، بنعملها بشهر رمضان. مشاريب مثلاً تمر هندي، أمر الدين، جلاب، عرق سوس، هدول المشاريب كلها ما بنشربها خلال لما بتاكل يا طبعا طبعا هذا بيلعب دور طبعا. بالاوقات العاديه ممكن كل واحد يتغدى لحاله بوقت معين، بس برمضان هو رمضان بيجمع صراحه العيله. بس نحن يعني هاي العقليه لازم شوي نغيرها، العادات تبع الاكل اللي متعودينها من زمان لازم نغيرها لحتى يكون صيامنا صحي. الهدف من الصيام انه ننظف جسمنا من السموم، نحن عم ندخل سموم على جسمنا، فكيف بده ينظف؟ بدل ما يكون فوائد الصيام كثير كبيره علينا، بصير له مضار علينا. في عالم بتطلع من رمضان سمنانه 5 إلى 8 كيلو. الله يجيرنا. عرفتي؟ هلا بعد شوي جايتك خلينا نوضح انه الشيء اللي حكيتيه هلا يعتبر نظام صحي 100% لكل الاشخاص يلي بيصوموا لحتى يوقوا حالهم، وحتى بيناسب كل انواع المشاكل المرضيه، الاشخاص اللي بيعانوا من السكر، من تراكم الدهون، ارتفاع كوليسترول، مشاكل بالكولون العصبي، مشاكل هضميه، كل هدول الاشخاص اللي عندهم مشاكل لازم يتبعوا هاي الآلية حتى يوقوا حالهم من عسر الهضم. عسر الهضم شو ممكن يصير؟ نفخة، غازات، إمساك، تطبل بالبطن، حتى أوقات كتير بيترابط الصداع مع المشاكل الهضمية. طيب كل ما كان في إمساك أكثر بيصير صداع تماماً أكثر. هدول الأشخاص اللي عندهم هي المشاكل اللي عم تحكي عنها، ممكن بعد الإفطار يأكلوا الأكل هذا اللي حكيتي بس يملوا منه، شو في شيء مواد غذائية وعناصر غذائية موجودة بالبيت
يقدروا ينوعوا، يعني كل يوم مثلا شيء جديد وبنفس الوقت يكون صحي. هلا ما عندنا مشكله بولا نوع من الاطعمه، كل الانواع صحيحه، بس نحن مشكلتنا بالكميه وطريقه الاكل. يعني نحن مثلا فيك شو ما كان مطبوخ ما عندنا مشكله، بس نحن السفره الرمضانيه دائما بتحتوي على اصناف كثير، لهيك نحن بنصير بدنا نخترع ونضيف اكل وما بنعرف شلون نطبخ ثاني نهار. لازم السفره الرمضانيه هي تكتفي بس بنوع شوربه، نوع سلطه، وجبه اساسيه، ما بصير يكون في عندنا وجبتين ثلاثه اساسيات او كبار او طبختين ثلاثه كبار، لازم نتبع هي الاليه، وبنفس الوقت لازم نخفف المواد او الاطعمه الدهنيه اللي مليئه بالدهون. اذا كانت مقليه نحاول انه نشويها مثل البرك مثل السمبوسك، في كثير ناس هن رمضان معتمد عندهم شيء اساسي عندهم البرك والسمبوسك، فكخطوه ما بيقدروا يستغنوا عنها، فيهم انهم يعملوا هاي الميكانيزم انه يبلشوا فيهم من مقلي. لا طبعا الشيء الصحي انه نبلش بكاسه مي مثل ما قلنا، بعدين تمر، بعدين بنبلش بالوجبات الثانيه. هلا المقلي نحوله لشيء مشوي، الدهون اللي كثير عاليه نخففها قدر الامكان، نحاول انه الخبز ما ناخذه على وجبه الافطار، لانه لما بترتفع مستويات الانسولين بشكل مباشر، يعني اكلنا نحن فطرنا فورا يا اما على كاسه عصير او على وجبه كبيره، فمستويات السكر حترتفع بشكل كثير كبير، بيرتفع معها مقاومه الانسولين، فبصير نحن عرضه لحتى نطلب سكريات كثير عاليه، وبنفس الوقت بنصير بنجوع فورا، ما بنشبع. كل نوع اكل له فتره زمنيه بيبقى فيها بالمعده، اكثر نوع بيبقى بالمعده وبيعطينا شعور بالشبع هو البروتين. يعني وجبه البروتين ان كان بروتين نباتي بقوليات وحمص وفول وعدس، او بروتينات حيوانيه من اللحمه والدجاج والتون والبيض وهالاشياء، هدول اكثر شيء بيبقوا بالمعده من 4 إلى 6 ساعات لتنهضم، فبيعطينا شعور بالشبع لفتره اطول. اما السكريات مثلا حتى لو كانت سكريات طبيعيه مثلا مثل الفواكه، ما بتبقى بالمعده اكثر من نص ساعه، فبنشوف لما نحن بناكل قطعه فواكه بعد نص ساعه جعنا. طب ليش جعنا؟ مثل اذا اكلنا حلو، كمان الحلو بيرفع السكر كثير، بيعطينا ارتفاع وهمي، الدماغ بيرسل اشارات خاطئه لحتى ينزل مستويات السكر، بدور ما بيلاقي السكر، فبصير الجسم بيطلب سكر، فهون بيعطينا امر خادع يعني للدماغ انه نحن فوتنا سكر، وين السكر اللي انحرق راح؟ بصير بدنا سكر اكثر، فبصير بناكل اكثر. مثلا النشويات ما بتبقى بالمعده اكثر من 2 إلى 3 ساعات، فحتى انا ما بفضل انه نحن نتناول على وجبه السحور نشويات لحتى نحن ثاني نهار يكون الصيام تبعنا سهل، ما بيعطش، وبنفس الوقت ما عندنا خمول وتعب. مثلا خطوه انه نحن نستعيد عن العصائر المليئه بالسكريات كخطوه اولى للاشخاص اللي هنا متعودين يشربوا كميات كثير كبيره من العصائر السكريه، كخطوه اولى نستبدلها بالعصائر الطبيعيه. الخطوه الثانيه نستعيد عن العصائر الطبيعيه بلبن او حليب. الخطوه الثالثه نستعيد عن كل هدول بشرب المي. مين عنده صبر بقى؟ صدقيني انت يعني شفهيا الواحد بيلاقيها كثير صعبه، بس تطبيقيا على ارض الواقع انا هذا هي الاليه بعتمدها بالعياده عندي. هي الاراده يعني. تماما. كل الناس قالوا لي عن جد انه نحن عم نكون خفيفين، ما عم نتضايق، ما عم بصير عندنا مشاكل هضميه، وبنفس الوقت نحن مرتاحين كثير. يعني كنا مفكرين هي الاليه صعبه، بس على التطبيق لقيناها كثير سهله واخف على المعده. لنبعد عن المشاكل كمان الهضميه ويعني تلبكات المعويه، كمان لازم نبعد عن البروسيسد فود، لازم نبعد عن الاكلات المقليه والاكلات المصنعه، اللحومات البارده، كمان لازم نبعد عن كل شيء فيه دهون عاليه لحتى ما يصير عندنا مشاكل هضميه. هلا بننتقل لوجبه السحور، كمان لازم نبعد حتى ما يصير عندنا عطش ثاني نهار. في عالم تاكل وجبه الافطار نفسها على وجبة السحور. صح تمام. وهيك طيب دكتورة نحن ما تخلصينا كل المعلومات. أيه. لسه رمضان بأوله نعمل معلومات كثير. بحر قبل ما نختم، حموضة المعدة كمان هي من المشاكل اللي بينصاب فيها الصائمين. صح. فجأة بفيقوا الصبح مع أنه هن صايمين بيلاقوا حالهم عندهم حموضة، شو السبب؟
لانه اول شيء بتكون كميه الاكل كثير كبيره، الوجبه كثير كبيره على معدتهم، او اكلين اشياء فيها حمضيات كثير عاليه، او الاشخاص اللي هن اساسا عم بيعانوا من مشاكل هضميه، هن كل شيء روز خرقوها خلال شهر رمضان. يعني اكلوا وجبه الافطار وبعد اكلوا الحلو وبعد شربوا العصير وبعد الفواكه، فالمعده ما ارتاحت فعليا، ما اخذت فاصل زمني لتهضم. فنحن لازم نقسم مثل نهارنا، نحن فطور غدا عشاء، لازم كمان فتره الافطار برمضان نفس الشيء، عندنا افطار اول، وجبه ثانيه مثل افطار ثاني، وجبه السحور مثل، يعني نوعيه الاكل هي اللي بتسبب هذا الشيء. ونحن بنوصل وجبه الافطار مع السحور، يعني بناخذ 10 ساعات عم ناكل بشكل متواصل. لازم نعطي فرصه ساعتين لحتى المعده تهضم، من كتر عصاير مثل ما قلنا، نزيد شرب السوائل، الحركه بالحركه بركه مثل ما بيقولوا اهالينا. فنحن لازم نحرق خلال شهر رمضان، ما نتكسل ونقول نحن تعبانين عادي. لا، لازم نحرق، حتى لو ما كان الهدف انه خساره الوزن او شيء، لازم نحرق لنحرك الجهاز الهضمي والمعده. فلازم 30 ل 60 دقيقه، حتى لو كنا خلال بالبيت نحن قاعدين، لازم ما تمرق ساعه الا ونحن عم نمشي 10 دقائق لحتى نحرك الجهاز الهضمي ونحن ما يصير عنا خمول وكسل. دكتورة نور، فينا بآخر دقيقة نعرف ليش العالم بتصح بدل ما حتى يضعفوا؟ إذا عم تقولي فيه بيصير حرق دهون كتير. والله يا حبيبتي يا عفاف، يلي بده ياكل الفطور وياخد بعد الحلو، بده يشرب ياكل ما لذة وطابخ كل يوم، كل يوم قطعه حلو، كل يوم سباق طبعا. ونحن قلنا انه لازم نقسم، لما بنقسم هي الوجبات ما بيصير نعتبرها مثل فطور غدا عشاء، ما بيصير في صحه. لما لما بننتبه على الكميات تكون اقل من الشكل اليومي، ما بتتراكم الدهون، ما بصير عندنا تراكم دهون. لازم نتحرك مثل ما قلنا، شرب المي كثير مهم خلال شهر رمضان. يعني نحن ما عم نشرب بشان ما نعطش ثاني نهار، لا، لحتى الجسم مثل ما بيقولوا ينعش، ياخذ اللي خسره خلال، لازم كل ساعه نحن خلال نهارنا اليومي كل ساعه نشرب كاسه مي. اما برمضان لازم كل ساعه نشرب كاستين مي لنعوض الفقد اللي خسرناه، فقد السوائل اللي خسرناه خلال ساعات الصيام. أكيد. حتى نتفادى زياده الوزن لازم ناخذ كل يومين ثلاثة نوع حلو حتى ما ننحرم بشكل كامل من الحلو. بعدين في حلويات كل صارت بتنعمل بطريقة صحية، رح نحكي أكثر معنا أكيد مثل ما قلتي معلومات، وعنا شهر رمضان بكامله مع حضرتك. شكرا لك دكتورة ولك المعلومات قدمينا. بنعاد عليكم بالخير والصحة، وإن شاء الله هيك رمضان يكون صحي على صحتكم. آمين يا رب. وعليك يا رب رمضان كريم. شكرا لك.